خلاص كاس العالم على الابواب والكل طبعا بيشجع بلده، لكن لما يتجمع الشباب من مصر والسعوديه وتونس والمغرب وكمان كل الدول العربيه عشان يشجعوا كل العرب في كاس العالم، يبقى اكيد احنا بنتكلم عن اغنيه كاس العالم يلا يا بلادي. كاس العالم يلا يا بلادي هي الاغنيه اللي جمعت اصواتها من الوطن العربي، وكل واحد منهم بيغني بلهجة بلاده. عايزين نعمل حاجة تليق بالأربع دول العربية اللي داخلين كأس العالم لأول مرة، دي ده حدث أول مرة يحصل، ما حصلش قبل كده. وابتدينا إن إحنا يعني اختيارات كذا اختيارات لحنية اخترنا منها، وبعد كده الكلام اتكتب، وبعدين ابتدينا إن إحنا نفكر في المزيكا. عملنا ميكس ما بين المزيكا اللاتين والغربية الحديثة جدا، وفي نفس الوقت هنطعم برضو في الاستوديو بآلات شرقي معانا، بحيث ان احنا يبقى عندنا فيوجن ميكس ما بين الاورينتال والغربي كويس. الثنائي مينا عطا ومحمد شاهين هم الاصوات المصريه اللي هتشارك في الاغنيه. هو كان البدايه كان ابو، وبعد كده كان حسام حبيب، بس ما يعني ما طبعا دي تفاوضات ما بينهم وبين شركه الانتاج وشركات انتاجهم هم كمان، فما يعني ما اعرفش ايه الكواليس ما اعرفهاش، بس يعني كلها كانت تفاصيل انتاجيه يعني مش فنيه خالص. ومن المغرب فريد غنام اللي عرفناه من ذا فويس. من الشرف لي اني اكون يعني مغني من ضمن المغنيين اللي راح يقدموا الاغنيه دي بتاعت كاس العالم لكل واحد فينا بيمثل بلده، وانا جد سعيد اني امثل بلاد المغرب في البروجكت ده الكبير، واتمنى ان شاء الله ان البروجكت ده يكون خفيف على قلب الناس ويحبوه، واننا نكون يعني تنا بلدينا يعني بأحسن تمثيل. ما بك عيشة سيدي ما هو عيشة عيشة هيكو دمو. وأصغر المشاركين في الأغنية كانت فاطمة الصوت التونسي. أنا شاركت في دي كومبيتيسيون في تونس وكل دونك كلموني من مصر وكلمني الموزع أحمد مجدي وقال لي على الغنية وكل دونك جيت على طول في الغنية، باش نحكي في التون بتونسي باش نحكي بالمصري. أما الصوت السعودي فكان من نصيب محمد هاشم. الحمد لله اختاروني أني أنا أكون أمثل المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله يا رب أكون خير ممثل لهذه البلد الكبيرة والعظيمة مع نخبة كبيرة أيضا من المغرب ومن تونس ومن مصر، ولي الشرف طبعا أن أكون بين النخبة هذه. هدف الأغنية الأساسي هو الحضور بروح واحدة في كل مباريات المونديال وتوحيد الشعوب العربية اللي هتشارك في كأس العالم. جود لك لكل بلادنا العربية. الحب كان بعيد لكن مش مستحيل.